بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أبنائي طلاب الصف الأول الثانوي بمدارس العبير الأهلية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله سوف نستكمل موضوعات الوحدة الأولى، وموضوع اليوم عن المفعول المطلق. إن شاء الله سنتناول خلال هذا الدرس تعريف المفعول المطلق وأنواعه، ما ينوب عن المفعول المطلق وحذف الفعل الناصب له، وبعض التدريبات على المفعول المطلق. أولا يا شباب، ما تعريف المفعول المطلق؟ نقول أن المفعول المطلق هو مصدر مشتق من لفظ الفعل، يأتي بعد الفعل لتأكيده أو لبيان نوعه أو عدده، وحكمه دائما النصب، بمعنى أن المفعول المطلق اسم مأخوذ، مصدر مأخوذ من نفس لفظ الفعل. حينما نقول ذهب فعل، فنأتي منه بالمفعول المطلق ذهابا، لعب لعبا، شرب شربا، أكل أكلا، وقس على هذه الأمثلة. فالمثال الأول يقول: رحب المعلم بالطلاب ترحيبا. فترحيبا مصدر للفعل رحب، وهو يأتي منصوب دائما. المثال الثاني: رحب المعلم بالطلاب ترحيبا حارا. المثال الثالث: رحب المعلم بالطلاب ترحيب المحب. المثال الرابع: رحب المعلم بالطلاب ترحيبتين. الآن يا شباب، لو سألنا أين المفعول المطلق في هذه الأمثلة؟ مباشرة سنقول كلمة ترحيبا هي المفعول المطلق. ولماذا يا شباب؟ لأنها مأخوذة من نفس لفظ الفعل رحبا ترحيب، وهي مصدر لهذا الفعل. نلاحظ أيضا أن كلمة ترحيبا وترحيب وترحيبتين كلها منصوبة، فحكمه النصب. لكن نلاحظ أن كلمة ترحيبا انتهت بها الجملة. في المثال الثاني جاء بعدها كلمة، وفي المثال الثالث جاء بعدها كلمة، وفي المثال الرابع جاءت مثنى. فهذه سوف تأخذنا إلى شيء آخر سننتقل إليه الآن. ثانيا، أنواع المفعول المطلق. أنواع المفعول المطلق، لو لاحظت في الأمثلة السابقة أن توقفت جملة عند كلمة ترحيبا، والجملة الثانية عند كلمة ترحيبا حارا، والجملة الثالثة عند كلمة ترحيبتين، من خلال التعريف نستطيع استخراج ثلاثة أنواع من المفعول المطلق. أول نوع يا شباب للمفعول المطلق هو المؤكد للفعل، هو الذي يقوم بتأكيد الفعل، مثل نظفت الغرفة تنظيفا. فكلمة تنظيفا هنا لم تأتي بعدها مضاف إليه، أو لم تأتي بعدها كلمة مضاف إليه أو كلمة صفة، بالتالي توقفت الجملة عند كلمة تنظيفا. فتنظيفا نعربها مفعول مطلق مؤكد للفعل. النوع الثاني المبين لنوع الفعل، وهو الذي يقوم بتأكيد أو بيان نوع الفعل، وذلك يأتي بعده نعت أو مضاف إليه. فنقول: نظفت الغرفة تنظيفا حسنا. فكلمة حسنا يا شباب نعربها إيه؟ نعت، أحسنت. لكن كلمة تنظيفا هنعربها مفعول مطلق. ولماذا اخترت هذه الكلمة أن تكون مفعولا مطلقا؟
لأنها مأخوذة من نفس لفظ الفعل اللي هي نظف، وهي دائما منصوبة. إذن هذه تكون تنظيف. نظفت الغرفة تنظيف المتقن. فكلمة المتقن هنا يا شباب نعربها إيه؟ مضاف إليه، أحسنتم. لكن كلمة تنظيف تعرب مفعول مطلق. فما نوع هاتين الكلمتين تنظيفا حسنا أو تنظيف المتقن؟ هنقول مبين للنوع، سنقول أنه مبين لنوع الفعل، نوع التنظيف الذي قمت به. النوع الثالث المبين للعدد، وهو الذي يقوم بتأكيد الفعل ثم بيان عدد مرات حصوله. نظفت الغرفة تنظيفة أو تنظيفتين أو تنظيفات، وهي بيّنت عدد المرات التي قمت بتنظيف الغرفة بها، وهذه كلها تعرب مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة والياء على حسب. ثالثا ما ينوب عن المفعول المطلق، يعني المفعول المطلق ما يكونش موجود في الجملة لكن ينوب عنه كلمة أخرى. أولا من الأسماء التي تنوب عن المفعول المطلق وتأخذ حكمه إذا حذف الآتي: اسم المصدر. يعني إيه اسم المصدر؟ يعني اسم ملوش علاقة بالحدث بالزمن، اسم الحدث نفسه ولكن لا يدل على الحدث، لا يرتبط بالزمن، وتأتي حروفه دائما أقل من حروف المصدر وقد تأتي أكثر منه. فقال تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا. لكن لو احنا عايزين المصدر من هذه من هذا الفعل أنبت، هنقول إنباتا. لكن هنا جاءت كلمة نباتا وهي اسم للحدث نفسه، اسم للمصدر نفسه، فلا تعرب مفعول مطلق لكنها نقول عليها أنها نائب عن المفعول المطلق. سلم على أخيك سلاما، سلم على أخيك سلاما. فسلاما هنا لو هنقول سلم تسليما فهي تكون مفعول مطلق، لكن هنا نائب عن المفعول المطلق لأنها اسم إيه؟ اسم المصدر. قال تعالى: وتبتل إليه تبتيلا. لكن لو إحنا نرغبها مباشرة المصدر هنقول تبتلا، لكن تبتيلا اسم مصدر وهي اسم دل على الحدث. المثال الأول نجد نباتا وهو اسم مصدر لا يدل على اسم الحدث بالجملة، فبينما الإنبات يدل على الحدث نفسه، ونلاحظ حروف نباتا وإنباتا وغيره عددها 10. ثانيا صفة المصدر وهو النعت الذي يبين نوع المفعول المطلق، وبالتالي قد يحذف المفعول ويبقى صفته: واذكروا الله كثيرا. وأصل الجملة: اذكروا الله ذكرا كثيرا، وحذفت كلمة ذكرا وبقيت على كلمة كثيرا وهي نائب عن المفعول المطلق. حفظت القرآن جيدا، أصل الجملة نقول حفظت القرآن حفظا جيدا، فحذفت المفعول المطلق وبقي ما ينوب عنه وهو صفة المصدر أو صفة المفعول المطلق. ثالثا مرادفه يعني مساويه في المعنى، المرادف معناه المساوي في المعنى، المساوي فين؟ في المعنى. مثال: قمت لاستقبال الضيف وقوفا. فوقوفا مرادف لكلمة قياما، المفروض أقول قمت قياما، لكن أنا قلنا وقوفا، وقوفا مرادف لكلمة قياما. أو جلس الطلاب في الصف قعودا، وقعودا مساوية لكلمة جلوسا أي مرادفا لها. ورقم ثلاثة بيكون مرادف للمصدر. أربعة العدد الدال على المصدر. قال تعالى: ثم نرجع البصر كرتين. المفروض أقول رجعتين لكن قال كرتين، فكرتين عدد دل على المصدر على عدد الرجوع. غسلت الثوب ثلاث. طالما جاء عدد لابد إحنا نذكر المصدر أو اسم المصدر، زي ما نقول غسلات فنقول عليها. ملاحظة: إذا كان العدد الدال على المصدر لفظ عدد فيجب أن يضاف إلى مصدر الفعل كما في المثال أعلاه ثلاث غسلة. أربع خامسا لفظة كل وبعض. كل وبعض ولكن بشرط أن تضاف إلى مصدر الفعل، فنقول أحسن الغني
كل الإحسان. أحسن الغني كل الإحسان. فكل هنا نائبة عن المصدر وجاي بعدها المصدر مضاف إليها ويعرب الإحسان. شكر الفقير بعض الشكر، فبعض هنا نائبة عن المصدر وأتى بعدها المصدر مضاف إليها. رابعا حذف الفعل الناصب له. متى يجوز أن يحذف الفعل الناصب للمفعول المطلق في حالتين. الأولى إذا دل المفعول المطلق على أمر أو نهي أو دعاء كما في الأمثلة التالية. الأمر قعودا صبرا قياما، أي اقعدوا أو اصبروا أو قوموا. النهي لا خروجا، أي لا تخرج. الدعاء سقيا يا رب، أي اسقنا يا رب. وهذه الأمور فيها أمر أو نهي أو دعاء والمفعول ذلك. ثانيا إذا كان من المفعولات المطلقة المسموعة عند العرب مثل سبحان الله، معاذ الله، حمدا لله، شكرا لله، لبيك، سعديك، حنانيك، والثلاثة الأخيرة علامة نصبها الياء لأنها ملحقة بالمثنى. سادسا بعض التدريبات على ما درسنا. علل الآتي: فهمت الدرس فهما. فهما مفعول مطلق. نظم المعلم نقاط الدرس نظاما. فنظم المفروض الفعل بتاعها يكون تنظيما، لكن جاء هي كلمة نظاما نائب عن المفعول المطلق اللي احنا قلنا عليه اسم المصدر مفعول نائب عن المفعول المطلق. احترم استاذي كل لحظة. كل ليس مفعول مطلق. ليه؟ لأنه لم يأتي بعدها إيه؟ المصدر. المفروض أقول كل أحترم أستاذي كل الإحترام. هذه حذف الفعل الناصب للمفعول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر، لأنه دل على الدعاء أو الأمر اصبروا صبرا. ذكرت ربي كثيرا نائب عن المفعول المطلق. ذكرت ذكرا كثيرا، وإحنا قلنا عليه صفة الإيه؟ المصدر. أجب عن الآتي: ميز أنواع المفعول المطلق في العبارات التالية. ساعدت الفقير مساعدة المشفق. فعندنا هنا كلمة مساعدة وقعت مفعول مطلق، لكنه نوع هذا مسمى مبين للنوع. ليه مبين للنوع؟ لأن أتى بعده مضاف إليه. مثال الثاني: ساعدت الفقير مساعدة. فمساعدة مؤكد للفعل لأنه لم يأتي بعده لا صفة ولا مضاف إليه. ساعدت الفقير مساعدتين مبين للعدد لأنه دلت على عدد المرات التي ساعدت فيها الفقير. فرق بين المصدر واسم المصدر في العبارات التالية. احنا قلنا ان الاسم المصدر يكون منصوب او يكون مختلف عن المصدر، وهو يدل على اسم الحدث وليس الحدث نفسه. فنقول اعطيتك عطاء، فعطاء هنا اسم مصدر وليس مصدرا، لكن اعطيتك اعطاء، فاعطاء هنا مصدر. اكرمتك تكريما، فتكريما اسم مصدر، لكن اكرمتك اكراما، فاكراما هي المصدر. المخدرات تهدم الأخلاق تهديما، فتهديما هي اسم مصدر، لكن تهدم الأخلاق هدما، فهدما هي المصدر. ما نوع النائب عن المفعول المطلق في العبارة التالية؟ لو لاحظنا كده العبارة صبرت على فهم الدرس قليلا، المفروض أقول صبرت صبرا قليلا، فقليلا هنا صفته، وصفت صفة هذا الصبر. حول النائب عن المفعول المطلق إلى مفعول مطلق في العبارة: أنصت للدرس استماعا. المفروض أن أنا أحولها هنا نائب عن المفعول المطلق
أنصته إنصات، إنصاتا استماعا أو إنصاتا لصفته، لكن أنا نقول استماع إنصاتا هي الدالة عليه. السؤال الثالث، أعرف ما تحته خط. قال تعالى ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. فقلما قليلا نعربها يا شباب، هل هي مفعول مطلق؟ لا طبعا، لكن نقول أنها نائب عن المفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه الفتح. وما السبب؟ لأنها صفته، لأنها إيه؟ صفته. وما ينوب عن المفعول المطلق صفته. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. فكلمة جمعا مأخوذة من كلمة جمع جمعا، وإعرابها مفعول مطلق منصوب، وهي مؤكدة لنوع الفعل، مؤكدة للفعل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إلى هنا نكون قد انتهينا من درسنا اليوم. إلى اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المعلم عبد الله حلمي.